السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد وآخر من قناة خواطر فكرية لتلخيص برنامج حيث نلتقي وإجابات الشيخ أحمد سلمان تحديدا. إن شاء الله نستمر أيضا بحالات الانفعال وحالات حالات التفاجئ من معلومات الشيخ أحمد سلمان في الوسط التونسي وخاصة الأخت المقدمة ريم لوريمي. بهذا الفيديو مثل ما قرأت بعنوانه مقدمة برنامج وتمتلك إن صح التعبير خلفية دينية وبالتأكيد تحوى أهل البيت عليهم السلام ومتدينة، لكن لم أقرأ في حياتي كتاب فيه هذا من أهل البيت عليهم السلام. أنا لا أعرف الحسين أو عفوا علي بن الحسين زين العابدين، أنا أعرف فقط الحسين بن علي. فتصوروا معي كمية التغييب والتجهيل الإعلامي الذي يعيشه المواطن العادي في المجتمع العربي بصورة عامة وخاصة المجتمع المغرب العربي. فعندي كلام بهذا الخصوص قبل أن نستعرض الكلام. والمفاجأة أو تفاجئ هذه الأخت المذيعة بأن الإمام الحسين أو عفوا علي بن الحسين يعني لا تعرفه، المفاجأة بهذا الموضوع. سؤال اليوم، أنا كصاحب عقيدة أو كصاحب منهج أو كصاحب فكرة أو كصاحب رسالة ودعوة وتوعية لدين محمد وآل محمد، ما هو برأيكم الحالة أو الطريقة الصحيحة مع جهال بمعنى لا يعلمون، جهال بمعنى لا يعلمون مثل هذه النوعية؟ هل أتكلم بعقائدي بطريقة مباشرة وأسب وألعن وأتكلم وكأنما المقابل معي شخص يعرف مناصبي، أو أتكلم بطريقة أخرى تبين طريق دين دين محمد وآل محمد بطريقة أخرى؟ فأنا أحب أن أسمع رأيكم بخصوص هذه النماذج التي لا تعرف أهل البيت عليهم السلام، لا تعرف أحفاد الإمام الحسين عليه السلام، أحفاد الإمام علي عليه السلام. ما هي الطريقة المثلى للتعامل معهم؟ هل هي طريقة مباشرة يعني سب لعن وشتم، وهذه عقيدة إن صح التعبير أنه أتبرأ من أعداء أهل البيت عليهم السلام، أو بطريقة أخرى كما يتعامل الشيخ أحمد سلمان في هذا الفيديو؟ الآن نستمع إلى مفاجآت حقيقة وتفاجئ الأخت ريم لوريمي بوجود شخصية لعلي بن الحسين في الإسلام. نستمع ونعقب، فخليكم الفيديو. فبما هذه الكتب مثلا، نحن اليوم حتى سادة المشاهدين، أنا مثلا لم أقرأ في يوم من الأيام كتاب مكتوب فيه هذا من أهل البيت. لما تقول أهل البيت في حد ذاتهم ما كتبكم، نحن نعتبر أن هذه الكتب ليست مرجعية بالنسبة لنا. تمام، أنا كنت سأذكر مثال هو جواب على هذا السؤال. نعم، الصحيفة السجادية أو صحيفة الدعاء الكامل للإمام علي بن الحسين زين العابدين، الذي هو من المفترض إمام لكل المسلمين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. هذا الإمام العظيم يعني أثر عليه من أحفاد سيدنا علي، أثر عليه كتاب كامل في الدعاء، وهذا الكتاب فيه أدعية شاملة في كل الأزمنة والأمكنة وكل حالات الإنسان. وهذا الكتاب رواه الشيعة الإمامية، ورواه الشيعة الزيدية، ورواه الشيعة الإسماعيلية، ورواه أيضا أهل السنة والجماعة. مرتضى الزبيدي صاحب القاموس المعروف تاج العروس عنده كتاب في شرح إحياء علوم الدين لأبو حامد الغزالي، إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. في هذا الكتاب هو يذكر سنده الخاص بهذه الصحيفة، صحيفة الدعاء الكامل. نعم، هي في الوسط السني غير متداولة، لكن في الوسط الشيعي هي عدل القرآن من في الاهتمام بها. يعني الإنسان إذا أراد أن يناجي ربه أن يدعو، فهذا الكتاب يعتبر هو الكتاب الأساسي. وجه سؤال، هل هذا الكتاب يعني معتمد عند أهل السنة؟ يعني يمكن استشهد به أن نستعمل هذه الأدعية؟ استشهد به عدد من أهل العلم من السنة. وهنا مهم أن نبين الموقف هنا، فالاختلاف ليس في مكانة أهل البيت سلام الله،
وليس في حتى في صحة ما ينسب من 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 الأقوال أو من الأحاديث إلى أهل البيت. ولكن هنا الاختلاف في نظرة كل طرف من الطرفين إلى أهل البيت. فنحن نعتقد أن الأحاديث والأدعية المأثورة عن أهل البيت هي ما كانت على زمن النبوة، أما ما زاد على زمن النبوة فهو إنما اجتهادات من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقوال يعني هي أقوالهم الخاصة، أقوال أحفاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وطرقهم في الدعاء، يعني لا تعتبر كما تقول من أما عند الشيعة أدعية أهل البيت. ويصلح لي هنا الشيخ إذا كان يفهم بالغالب. أما عند الشيعة فهم يعتبرون أن امتداد الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو امتداد للوحي ولمصادر التشريع. هذا نوع الخلاف. فنحن لا نتعامل مع هذه النصوص على أنها من المقدسات، ولكن نسبتها إلى أهل البيت إن صح سندها فلا خلاف في ذلك، وأن يتعبد بها الإنسان إن لم يكن فيها ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يعني يخرج عن الحدود الديني فلا حرج في ذلك. ورح يعني نجد هو مجرد دعاء. السؤال سأضرب هنا مثالا بما يحصل من الطرق الصوفية مثلا، فنحن نجد أن الإنسان يدعو بدعاء الإمام بالحسن الشاذلي أو بدعاء الشيخ عبد القادر الجيلاني أو بدعاء الشيخ أحمد التيجاني، فهذا من باب الاستئناس ومن باب أن يأخذ الإنسان صيغ ربما تكون أبلغ وواضعها واضعها أعلم بك أعلم منك بحاله وبطريقه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن على هذا الأساس هؤلاء من الصعب أن نقرنهم بمثل علي بن الحسين، يعني لو أخذنا بالمقاييس ضربنا المثل أنه السنية للإنسان مثلاً أن يستعين بأدعية قالها غيره. لا، إذا علي بن الحسين تصنيفه هو تابعي. تابعي، نعم، تابعي قريب العهد من النبي صلى الله عليه وآله. نعم. نسبا وزمنا من أهل المدينة، يعني حتى لو قارناه بمالك وإن كان في الوسط الشيعي لا تصح هذه المقارنة أصلا، بالنهاية لا يقرن بهؤلاء. ورغم هذا غياب مثل هذا التراث الكبير في الدعاء، يعني هذا الذي يجعل المشكلة موجودة، أنه بالفعل الشيعة حفظوا هذا التراث، تراث العترة الطاهرة، وضاع عند الآخرين، أو قد يكون الاهتمام بتراث غيره. الحقيقة هنا أنا أمر يمكن يبتسم له المشاهدون معي، قلت شيخ علي بن الحسين صح؟ أنا هنا بقيت أنظر لعله يوم نقوم بحلقة خاصة لنفهم هذا الأحفاد من هم، لأنه نحن نعرف الحسن بن علي وليس علي بن الحسين. نعم. فبقيت أنا أربط في خيوط هكذا في هو حفيد وليس ابن. نعم. هذه نقطة مهمة حتى يفهم، لأنه كثير من هو كان يكون جميل لو اكتمل هذا الموضوع، يعني بما أنني في نقطة الحياد فسأقول كل الاعتناء بأحفاد النبي صلى الله عليه وسلم بسلالته يعني كيف عن أحفاده؟ أنا سؤالي هنا ها هنا أقول يعني نحن يقف التشريع على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هم يمكن زادوا في التشريع عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال ها هنا كيف السلالة يحافظ عليها والأحفاد المباشرين معظم المسلمين لا يعرفون حقيقتهم؟ سؤال موجه لك. معظم المسلمين هم منقسمون بين سنة وشيعة، فأما الشيعة فأمرهم بين مع أهل البيت، وأما أهل السنة فهم إلى عهد غير بعيد كما قدمنا دائم الاعتناء بأهل البيت من الجانب الدنيوي المادي تقديرا وتعظيما وإجلالا، ولكن لم يأخذوا منهم كلامهم وأقوالهم وأحاديثهم على أنها نصوص مقدسة يتعبد إلى الله بها أو تؤخذ منها أحكام شرعية. هذا الفرق، يعني محبة أهل البيت ثابتة عند الشيعة وعند السنة، وهذه نقطة الالتقاء بيننا، ولا يخالف في ذلك مسلم. نعم. لا يخالف في ذلك مسلم، ومن أبغض أهل البيت فليس من الإسلام في شيء، هذا نتحمل مسؤوليتي فيه. جميل جميل. تعليق على ما سبق، أنا لا أنفي أن بعض متطرفي الشيعة قد يصدر منهم هذا الوصف لمخالفيهم ولأهل السنة، ولكن فقهيا وعلميا والثابت
أن لا الناصبي أو لقب النصب لا يطلق إلا على من أظهر العداء والبغض لأهل البيت عليهم السلام. حياكم الله من جديد بصورة مباشرة، وعقب على آخر كلام للشيخ السني كريم بوشنيبة تعقيبي بهذا الخصوص. أولا أنت كشخص محترم، محترم جدا، الأخت محترمة، الطرح اللي تكلمون به محترم جدا من دون إساءات ومن دون يعني تشنجات اللي نشوفها بالإعلام الوهابي وممثلين الإعلام الوهابي والسلفية الوهابية والسلفية. لكن عليك أن تعرف شيء جدا مهم أيها الأخ كريم بوشنيبة، أن تقول أنا أحب أهل البيت عليهم السلام، يجب عليك أن تتبرأ من أعدائهم، يجب عليك أن تترك كل عدو لأهل البيت عليهم السلام. فلا يوجد معنى للمحبة، وأيضا أو عفوا هذا المعنى يجتمع مع معنى الموالاة لأعداء أهل البيت عليهم السلام. فالآن عندنا أنت تقول أنه أنت تحب أهل البيت عليهم السلام، وأنا ما أشك بهذا الشيء، لكن من شخص أو من نعم من أخيك الصغير، من شخص ليس لديه التجربة الدينية التي تمتلكها والخلفية الدينية التي تمتلكها، يجب عليك أن يكون عندك مبدأ لا يمكن أن تحب أهل البيت عليهم السلام إلا باتباع أهل البيت عليهم السلام. لا يمكن أن تقول أنا أحب أهل البيت عليهم السلام إلا باتباعهم، والاتباع بالتأكيد لازمة أن تترك أعداء أهل البيت عليهم السلام. نعم أكرر، ومثل ما بدأت بالفيديو قلت أنه الطريقة يجب أن تكون طريقة صح التعبير، طريقة غير مباشرة لعن لكن العقيدة التي ننتمي إليها، العقيدة التي ننتمي إليها لا يمكن أن نجامل بحساب أو على حساب هذا الكلام. أكرر، لا أقول أنك تكذب أو أشك أنك تحب أهل البيت عليهم السلام، لكن عندك خلط في المواضيع جدا جدا كبير، ومن يقول لك غير ذلك فهو يجاملك. لا يمكن أن تحب أهل البيت عليهم السلام وأعداء أهل البيت عليهم السلام، فالمحبة يعني الاتباع.